أهلاً وسهلاً بكل متابعينا وحبايبنا بكل مكان. في البداية بدنا نذكركم تعملوا سبسكرايب للقناة تاعتنا على اليوتيوب شيخ البلد، لأنه إحنا بدعمكم بنستمر بعمل فيديوهات التقييمات للأجهزة. واليوم بدنا نعمل تقييم لجهاز بود سيستم جديد من شركة سنوولف، وهو جهاز ووكت. هذا الجهاز فيه ميزات كتيرة جدا مش موجودة في أجهزة تانية. أول إشي شكل الجهاز بذكرنا مباشرة بجهاز الأوريون من شركة لوست فيب. كتير ناس بيعرفوا جهاز الأوريون. التصميم أول إشي بلفت انتباهنا، كتير شركات صارت تتجه لهذا الشكل تحديدا. شفنا جهاز ترينيتي ألفا من شركة سموك نفس الشكل، شفنا جهاز زي ما حكينا الأوريون وغيره من الأجهزة الثانية، لكن هذا مميز جدا وفي مواصفات مش موجودة في هذيك الأجهزة اللي حكينا عنها. خلينا نحكي هلأ عن مواصفات الجهاز. قوة البطارية 1150 ملي أمبير، وهي تعتبر بطارية قوية في عالم أجهزة البود سيستم. سعة البود 3 ملي، بياخد كويلات منفصلة، يعني أنت بتغير الكويل فقط ما بتغير البود كله، وبيجي معه كويلين اكس جريد كانسل مش كويلز. الكويلات اللي صمموها لهذا الجهاز اسمها اكس جريد كويلز، يعني تكنولوجيا جديدة عملوها، بعرف شو الاختراع او الاضافة الجديدة اللي عملوه على الكويل، لكن هو مش كويل، بعرفش شو بالضبط كانوا يقصدوا في الاكس جريد، لكن انه اشي جديد، تكنولوجيا جديد. صراحة ما تعمقتش في التفصيل هاي مشان اقدر اعرف شو الاكس جريد كويل بالضبط، لكن هو مش كويل، اداء ممتاز والفليفر عليه ممتاز، لكن عملوا فقط كويل واحد، مقاومة واحدة. الجهاز مصمم من زنك ألوي، سهولة التعبئة من الأعلى، ما في حاجة نفك البود جميعه مشان نعبيه، بس بنفتح الغطايا اللي فوق هذه وبنعبي البود. دبل اير فلو كنترول، عندنا مكانين للتحكم بالاير فلو، من الدريب تيب نفسها ومن الكويل نفسه في عندنا مكانين مخصصين للتحكم بالاير فلو او شدة السحب. الجهاز هذا بيشتغل دايركت لانج انهيل وبيشتغل ام تي ال ماوث تو لانج انهيل. مواصفات كمان موضوع الشاشة الموجودة فيه الأولد سكرين، نقدر نشوف قديش فيه بطارية في الجهاز، نقدر نتحكم في الواتج تاع الجهاز من 5 إلى 25 واط، نقدر نشوف عداد السحب تاعنا أو البوف كاونتر. في كمان شغلة مهم نحكيها هون، إنه الفايرنج سبيد تاع الجهاز سريع جدا 0.01 سكند، يعني مجرد بس ما تلمس الزر وتكبس على السريع ببلش يضرب. فالجهاز مواصفاته جدا قوية وفي ميزات كتير حلوة، حجمه صغير وتصميمه حلو وما في عليه أي كلام صراحة. يعني خلونا هلأ ندخل على اللقطات القريبة نستعرض الجهاز ونورجيكم الباكج ونشوف شو بيجي معها. خلوكم معنا. هذه هي الباكج تاع جهاز ووكت من شركة سنوولف. نفتح الباكج نتفرج شو بيجي معها. عندنا البود نفسه الجهاز، هذا البود اللي بنعبيه جوس اللي بيركب على الجهاز اللي راح نركبه وسنفرجيكم اياه بلقطة منفصلة. هون الاير فلو مكان ما بنتحكم بفتحة الهواء، في جزئين لفتحات الهواء الجهاز. هاي الدريب تيب 510 بنقدر نغيرها نحط اي واحدة بدنا اياها. الدريب تيب الاير فلو رقم واحد من هون، لانه في كمان اير فلو في الكويل نفسه، عندنا جزئين للتحكم. هاي الاولى. الكويلات اللي بتيجي مع الجهاز هي مش كويلز 0.7، بيجي كويل اولريدي جاهز مع الجهاز وفي كويل ثاني اضافي. البست بيرفورمانس لهم من 10 ل 15 واط. ننتبه انه هاي القاعده اللي احنا بنركب فيها الكويل بعدين بنركبه داخل الجهاز. وزي ما احنا شايفين عندنا هون كمان جزء اير فلو للتحكم من الكويل نفسه. هاي لها علاقة بالشيء اللي حكيناه في البداية، انه الجهاز بنقدر نستخدمه دايركت لانج انهيل او ام تي ال ماوث تو لانج انهيل، يعني بنقدر نستخدمه دي ال او ام تي ال. لما بدنا نستخدمه
دي ال او زي الفيب خلينا نحكي، بنخلي الاير فلو تاع الكويل مفتوح والاير فلو تاع الدريب تيب ايضا مفتوح على الاخر، او بنقدر نتحكم فيها كيف بدنا، لكن بنخلي هاي مفتوحه وهاي مفتوحه. لما بدنا نستخدمه ام تي ال بنسكر هاي بالشكل التالي، او بنخليها ربع فتحه او نص اقصى حد، اكثر من هيك بصير كثير مفتوح السحب. انا جربتها وهي ربع فتحه بالشكل التالي ومسكره على الاخر، وتركت هذه مفتوحه من فوق، يعني بضل في تنفيسه صغيره للهواء. لما اذن لما بنستخدمه ام تي ال بنخلي ربع فتحه يا دوب يعني، وهاي بنقدر نتحكم فيها كيف بدنا، برضه نص فتحه او ربع فتحه. ومع ذلك كان السحب برضه مش كثير ضيق، هذه احد السلبيات. لما بدنا نركب الكويل ما علينا، نحطه ونكبسه كبس بالشكل التالي، بعدين بنجيب الجهاز وبنكبسه ونسكره بالشكل التالي. هون في كيس محطوط فيه جلد احتياطية وأورينجز، أيضا كرتونة صغيرة حاطين فيها كيبل الشحن للشارجر تاع الجهاز، اليوزر مانيول تاع الجهاز، الكفالة الوارنتي كارد انترناشنال. هون حاطين كيف تركيب الكويل وتعبئة البود وطريقة تركيبه، كل الحكي اللي حكينا لكم إياه. نرجع للجهاز. لما بدنا نشغل الجهاز 1 2 3 4 5 الجهاز بضوي، بقولنا هلو وطلع لنا لوجو تاع سنو وولف. للتحكم في الوطج من الزر هذا 1 2 3 4 بنبلش الجهاز من 5 واط، وبنطلع بالشكل التدريجي لحد 25 واط. اذا من 5 ل 25 واط. نقدر نعمل لوك للجهاز 3 كبسات 1 2 3، نسوي لوك على اساس لو احنا حاطينه في جبتنا مثلا ونضغط عليه بشكل او باخر ما يصير اي تغيير، يعني لوك. لما بدنا نفك اللوك ايضا 3 كبسات انلوك. الاشياء المكتوبه عندنا على الشاشه هون الظاهره، اول شيء هو المؤشر تاع البطاريه، هذه احد الميزات اللي حكيناها. عيار الوطج نفسه قديش احنا الوات تبعنا، عندنا البف كاونتر الرقم اللي فوق اللي هو احنا كم سحبه سحبنا على الجهاز وعدد الثواني اللي احنا بنسحبها. هون عندنا مدخل الشحن اليو اس بي، هون عندنا الفتحات التهويه، وبرضو ايضا نقدر يعني نعتبرهم جزء من الاير فلو اللي احنا بنعمله اثناء السحب. يعني ممكن نجرب واحنا نسحب نحاول نحط اصبعنا هون، راح يصير السحب اضيق، خاصه للناس اللي بتحب الام تي ال السحبه الضيقه جدا، لانه على الام تي ال اللي هم عاملينه سحبه مع ذلك واسعه شوي، مش ضيقه على الاخر مثل بعض أجهزة البودات الثانية. لما بدنا نعبي الجهاز بنعبيه من هون، بنفتح هاي، بنجيب الجوز تاعنا وبندير في المكان هذا. إذن تعبئة الجهاز سهلة جدا. لما نخلص التعبئة بنحط البرغي هذا هون وبنسكر هيك وبصير جاهز للاستخدام. الدريب تيب حكينا قابلة للتغيير 510 القياس تاعها، بقدر احط اي دريب تيب بدنا اياها، وفيها تحكم بالاير فلو مثل ما قلنا، بس كمان مره للتاكيد يعني تصميمه جدا جميل وحلو. هون مكتوب على الجهاز سنو وولف اسم الشركه، وهون فتحات التهويه تاعت البطاريه ايضا في الاسفل. ورجعنا لكم. هلأ بدي أعطيكم رأيي الشخصي السريع بهذا الجهاز. حكينا كمواصفات توب، ما في عليها أي كلام، البطارية، سعة البود، طريقة التعبئة، شحن اليو اس بي، إمكانية التحكم بالإير فلو من الكويل نفسه، من الدريب تيب، إمكانية تغيير الدريب تيب، التحكم بالوات، متابعة السحبات اللي بنسحبها. لو إحنا بدنا نحدد مثلا ليمت أو عدد محدد للسحبات اليومي، نقدر نتابع نشوف إحنا كم سحب سحبنا في اليوم، هذه شغلة إيجابية. السلبية الوحيدة اللي أنا شفتها، أو مش سلبية لكن ممكن تكون الشركة مصممة الجهاز بهذه الطريقة، إنه مش MTL قوي جدا، لكن مطلوب منهم يعملوا كويلات تكون المقاومة تاعتهم أعلى شوي. يعني هذا الكويل الموجود الوحيد اللي ما فيش غيره يعني اللي عملوه هو 0.7، المفروض يكون في عندهم كويلات تكون مثلا بين 1.2 1.8، يعني 1.2 1.4 1.6، يعني أي مقاومة تكون عالية ويكون السحب تاعها الكويل مثلا أصغر شوي،
الكويل نفسه الاير فلو تاع الكويل يكون اضيق شوي. يعني المفروض يسوي هذا الاشي لانه في ناس بتحب السحبة الضيقه تكون او فهذه الشغله مش موجوده لحد هلا، لكن اعتقد انهم راح ينزلوا كويلات تانية تلبي هذه رغبة الناس، لأنه ممكن الناس ما تلجأ للجهاز بس بسبب موضوع الكويل. هذه يعني السلبية الوحيدة اللي أنا شفتها. لكن هذا الجهاز يسمى AIO أو All in One Device، يعني ممكن تستخدمه Direct Line، ممكن تستخدمه MTL، بلبي لك الرغبتين هدول. الاير فلو تاع الدريب تيب يعني ما حسيتوش كتير قوي الاداء تاعه، يعني ما حسيتش انه عماله بفرق كتير في الاداء، بل انه احيانا للعكس بتحس انه الفليفر بخف شوي لما تفتح الاير فلو على الاخر هون. فلما استخدمته خليت الاير فلو تاع الدريب تيب مسكر على الاخر وكان اداء الجهاز افضل. السحب تاعه مريح جدا زي ما حكيت، على الدايركت لانج انهيل ممتاز، على الام تي ال بتحس انه المفروض يكون اضيق شوي، وهذه مساله كويل اكثر هي من موضوع الاير فلو. مكان التعبئه، مكان ما بنعبي الجهاز سهل تعبئته، بس بنفك هذه وبنعبي الجهاز. لكن بتوقع لو عملوها زي الترينيتي الفا تاع سموك اللي هي السلايد بس بتزيحها على جنب كان راح يكون كثير اقوى. يعني هذه الشغلة عملتها شركة سموك في التعبئة هون، بس بتعمل سلايد وبترجعها هون، لازم تفك كل القطعة هاي وتعبي الجهاز وترجع تسكره. ممكن بعض الناس يفكها ويضيعها فيصير عنده مشكلة ويتعطل، يعني هذه برضو ممكن تكون أيضا سلبية لا قدام إذا حدا ضاع منه البرغي يتنكد ويخرب ويبطل يعرف يستخدم كل الجهاز. غير هيك صراحة ما في أي إشي أو أي تعليق سلبي عندي عليه. للناس اللي حبت جهاز الأوريون كتير راح يعجبها هذا الجهاز، لأني أنا شفته أفضل منه، خاصة موضوع الشاشة الموجودة على الجهاز وإمكانية التحكم في الوات. من ناحية الحجم نفس الحجم هم بالضبط. خليني أفرجيكم هلأ كيف الأداء تاعه. أنا حاطط هون جوس 3 ملي جرام، بدي أجرب هلأ أول أستخدمه على دايركت لانج. الاير فلو على الكويل مفتوح على الاخر، وهون عندي مسكر على الاخر من الدريب تيب. الوطج المحطوط هو 25 وات. كمية البخار اللي بتطلع كبيرة لكن لا تقارن في جهاز فيب، يعني لكن كبيرة على جهاز بود. الفليفر معقول جدا على الجهاز، يعني أنا شايفه كتير معقول وحلو الفليفر على الكويل الموجود هون. بدي أجرب أنزل بالوات لـ20. لما بدنا نحوله لـ MTL بنسكر الاير فلو من تحت، يعني هاي خليتها ربع فتحة. بدي أفترض إني حاطط جوس مثلا نيكوتين عالي، يعني 10 12 15 20، والاير فلو اللي في الفوق مسكر، يعني عامل بس ربع فتحة على الكويل وهون مسكر، فهيك صار المفروض MTL. يعني منيح السحب صار أخف، يعني الاير فلو او السحب نفسه صار اخف، لكن مش ضيق جدا. هذه النقطة مهم الناس تعرفها للي بيفكروا يتجهوا لهذا الجهاز ويشتروه. لكن بالنهاية هذا الجهاز كتير افضل من اجهزة تانية اللي من سيستم الـ AIO، يعني الـ All in One. يعني بنصح فيه اي حد عنده توجه لنوعية الاجهزة هاي الـ AIO اللي بيكون فيها الـ MTL option والـ DL option مع إمكانية التحكم بالـ Airflow، مع نوعية البود من هالشكل بتغير له كويلات وبتعبى من فوق وإمكانية التحكم بالوطج وكل هذه الأمور. يعني كأنك حامل جهاز فيب صغير معك، لكن بنفس الوقت في إمكانية لاستخدامه كـ MTL. بطارية الجهاز قوية، إذا استخدمته على MTL بقعد معك يوم كامل، ممكن يوم ونص لما تكون شغال على 10 أو 12 وات أو 15 وات. لما تستخدمه للدايركت لانج وترفع الوات لـ20 و25 أكيد استهلاك البطارية راح يصير أكثر، وبالتالي ممكن تضطر تشحنه أو تخلص بطاريته. يعني مثلا فترة إذا استخدمته الصبح ممكن يأثر معك العصر أو أول المغرب، لأنه يوم عمل كامل تحكي عن 8 ساعات 9 ساعات تقريبا في حال استخدمته كدايركت لانج.
هذا هو كان الفيديو تاعنا لليوم، بنتأمل يكون عجبكم التقييم وعجبكم الفيديو. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة تاعتنا على اليوتيوب شيخ البلد، وتعملوا شير ولايك للفيديوهات اللي بتعجبكم، وبنشوفكم قريبا في فيديو جديد.